برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، وبنبدأ معاكم أولى فقرات حلقتنا النهاردة. باكرا يا رب تسمع صوتي. إيه الفرق بين الإنسان يفكر بعقله وبين إن يكون عنده إيمان بيمشي دايما وراه؟ هل الإيمان بيلغي العقل ولا الاتنين بيكملوا بعض؟ ولا زي ما الكتاب قال لنا بالإيمان نفهم؟ اللي يخلي أبونا إبراهيم أبو الأباء يفكر إنه يسيب أهله وعشيرته وأرضه وناسه يمشي في مكان هو ما يعرفوش لمجرد إن ربنا اداله وعد وقال له امشي للأرض أو لحيث أنا أريك؟ اللي يخلي نوح يفضل سنين طويلة جدا يبني في الفلك وبرضه هو مش عارف إيه اللي هيحصل ولا ربنا مقرر أو هيوديه لغاية فين؟ اللي يخلي صار تستنى سنين طويلة لغاية لما شاخت على وعد بربنا أنه يديها نسل ويديها طفل؟ إيه اللي خلى كل الأباء والأنبياء في الكتاب المقدس في العهد القديم يكون عندهم الثقة دي، يكون عندهم الرجاء ده والانتظار ده، وهم واثقين في محبة ربنا ليهم هتوصلهم لفين؟ النهاردة هنتكلم عن مفهوم الثقة وعن مفهوم الإيمان والعلاقة بين العقل وبين الإيمان. سعدني وشرفني تكون ضيفتي أستاذة شيرين مكين، الخادمة بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل شيراتون مصر الجديدة. أهلا بك، صباح الخير. صباح الفل. هندخل معاكي النهاردة لعمق الرسالة للعبرانيين، واللي بيتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي محور إيماننا ومحور علاقتنا بربنا وهي الإيمان. ناس كتير بتقول أنا عندي إيمان، لكن إحنا عايزين النهاردة نختبر الإيمان لما نفهم معنى الحقيقي. نتكلم أكتر في النقطة دي، لكن خلينا معاكي مع كل سادة المشاهدين نسمع الجزء ده من الأصحاح ونرجع لكم مرة تانية. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيمان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل الله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه وبه، وإن مات يتكلم بعد. الثقة والإيمان والرجاء. برحب بحضرتك مرة تانية. وقبل ما ندخل في عمق الآية دي ونتكلم عن مفهوم الإيمان، خلينا بشكل عام كده نتكلم عن رسالة العبرانيين ومكانتها في الكتاب المقدس. هو طبعا هي فيها إيمانيات وفيها يعني دايما يتقال، حتى إحنا يعني أنا بطبيعة خدمتي أنا في ملاك شيراتون مدارس أحد، ودي كنيستي اللي بصلي فيها، بس أنا بخدم مع أبونا داود بقالنا 5 سنين وعامل فريق دفاعيات. فعبرانيين دي إحنا دينا بنرجع فيها دايما، هي الأساس، الإيمانيات اللي بتدينا إنه دايما مدخلنا في إنه الدفاعيات هو إيه، إنه أنا عندي اتهام وأنا بدافع، فبالتالي ده مرجعنا أو ده الأساس بتاع المسيحية، في إنه أنا أعرف إزاي أسلك أو أعرف إزاي أعيش، أو بتديني فعلا الحياة وبتديني بولس الرسول بيدي كل الأنبياء الرحلة بتاعتهم، وبيدي أساس الإيمان، وبيدي قلنا إصحاح 11 الرد على مفاهيم كتير قوي وعلى مغالطات كتير قوي بتحصل. يعني هل ممكن نحط نفسنا مكان اليهود أو المسيحيين اللي من أصل عبري زي ما تكلم عنهم بولس الرسول في الجزء ده، واللي إحنا بنحس من خلال الأصحاح ده في الرسالة تعامل ربنا مع المنبوذين مع المطرودين، تعامل اليهود معاهم بعد ما دخلوا الإيمان والمسيحية؟ الإنسان المزدري، الإنسان المطرود اللي حاسس أنه متهم طول الوقت، وحاجة بتقولي دايما الواحد يحس أنه متهم بيبقى في حالة دفاع عن النفس بشكل كبير. لو بدلنا المؤمنين اللي اتكلم عنهم بولس الرسول بحالنا دلوقتي أو بنفسنا وحطينا نفسنا مكانه، يعني قصدك انه ان احنا بنرفض الناس؟ يعني هو اليهود دايما رافضين، يعني هم دايما عندهم ثقه قوي بنفسهم فبيرفضوا الاخر،
قصدك يعني نفسنا ان احنا دي رساله لينا انا او احساسنا احنا نفسه لما بنكون حاسين باننا مطرودين، لما نكون حاسين ان اولاد الله غير مقبولين، التعامل ده يعني بولس الرسول وجه الكلام، وجه الجزء ده للمسيحيين اللي كان عندهم المشاعر دي في الوقت ده. هو ده حقيقة، لأن هو دي جاية من المسيح أصلا، هو عايز بولس لأنه عايز يقول أنه زي المسيح قال هم كرهوني هيكرهوكم، فبالتالي بولس كان بيسابورت قوي في الـ في الـ في الـ في الرسالة أنه عايز يقول لهم يا جماعة إحنا دي رسالتنا، ان انتم ما تنتظروش ان احنا نبقى مرتاحين، ما تنتظروش ان احنا نكون سعداء في الدنيا، هي دي مش رسالتنا. رسالتنا زي ما ابونا السماوي المسيح جه ما كانش شاف يوم راحه، ما كانش من اول ولادته ما كانش احسن حاجه، ما كانش احسن مكان، ما كانش احسن راحه، وفي الاخر هو ما عملش حاجه، فبالتالي احنا نفس اولاده، احنا نفس السلوك. فساعات كتير احنا الدنيا بتعجبنا او ساعات احنا بنحب الدنيا، فللاسف بنحيد عن ال 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 الهدف او التعليم، او بنحيد عن تعليم ربنا يسوع. بنبقى عايزين نعمل حاجات كتير، اهداف الدنيا، نجيب عيال، نطلع احسن حاجه، نشتغل. هو ده مش ضد ربنا، بس هو في اسمى حاجه ان انا عندي رساله، انا زي ما ربنا جه عشان يعلمني فانا بالتالي انا لازم اعلم الناس، لازم دي تكون البدايه. لكن في نفس الوقت لو حسينا في وقت من الاوقات زي العبرانيين اننا مطرودين لاننا اولاد الله، هنا لازم يكون ده فخري. ونرجع بقى لمفهوم الايمان، عشان لما نعرف الايمان نبتدي نشوف ازاي ممكن العقل مع الايمان يكملوا الصوره قدام. بالظبط، هو في الحقيقه يعني الإيمان دايما الـ يعني يمكن الجيل أو الناس المتعقلة دايما تعتبر إن إحنا الإيمان وهم، أو إن إحنا بنآمن بحاجات خارقة، فطبعا ده مش حقيقي ولا ده سليم. هو فعلا إذا كان تعريف الإيمان زي ما قال القديس بولس في رسالة إن هو الإيمان والإيقان بأمور لا ترى، برغم إنها لا ترى بس هي في إيمان، هي دي اللي يمكن بنقولك إزاي أنت تآمن وحاجة أنا مش شايفها، فهو الحقيقة أنا لازم ما أشوفهاش عشان أآمن بيها، إنما لو شفتها خلاص بقت يقين فما بقتش إيمان. طيب إحنا في حالاتنا المنطقية، حياتنا العادية الطبيعية، لو إحنا جينا في الموبايل اللي بيجي شككه مثلاً إن بقى في حاجات خارقة، طب أنا الموبايل أنا مصدقة فيه، واثقة إن هو بيخليني أتكلم أمريكا، خليني أتكلم كندا، خليني أتكلم وعمل كونفرنس أتكلم كذا حد في نفس الوقت، أنا مش فاهمة في حاجة ومش عارفة إزاي السيجنال بتحصل وما عنديش قوي مسارات للقصة، بس أنا مصدق فيه ومآمن إن هو بيخليني أتكلم وبستخدمه. عندي حاجات كتير في حياتي، الناس اللي بتسافر بطيران، أنا في الآخر بالنسبة لي بادي وحديد وعنده عجل وليه شكل معين، وأنا مصدق أنه هيوصلني للمكان في توقيت معين، وأنا مش عارفة الميكانيزم بتاع الطريقة إزاي ولا مين، وبثق في اللي سايق الطيارة أنه هيوصلني. وفي ناس كتير قوي اللي بتخاف من الطيران، بتيجي في الاخر تعمل ايه، ما بتركبهاش وفي الاخر ما بتوصلش او ما بترضاش. هي الحقيقه الايمان نفس الحكايه بربنا، هي العلاقه الاساسيه والسليمه اللي بيني وبين ربنا. انا مش شايف ربنا بس انا شايف القدماء اللي هو زي الانبياء، هم ما شافوه وصلوا. انا ما شفتش ربنا بس بحس بيه، داود لما قال رايت الرب وتقدمت كل حين، هو شافه فين؟ هو ما شافوش، هو شافه بعين الإيمان، هو حس ان هو بيصلي، هو ربنا كان واقف قصاده، ربنا بيتعامل معاه. وده كل الأنبياء او كل القديسين بنشوف الإيمان من خلالهم. هي في الحقيقة ربنا لما جه في البداية بيقول الخليقة انه انا موجود، فبنقول له بالإيمان انا مصدقك، ان انت عملتني انا مصدقك، انا مصدقه ان كل جهاز ليه اصل وليه حد عمله ومصدقه. لما باجي اقول لك الكمبيوتر ده عامله المخترع الفلاني ما بتكدبنيش، في ايمان بالمعلومه، موثقه. طب ما هو كتاب مقدس، كتاب موجود وكتاب ربنا، وربنا أزلي والكلمة بتاعته ما بتتغيرش ولغاية الأبد. فأنا في حياتي العملية في حاجات كتير بعملها وبتصرف فيها وبستخدمها وأنا مآمن بيها، بس ولا أنا فهماها ولا أنا شايفاها، النجوم، المجرى، الطريقة الشمسية، كل أنا مش فهماه، بس مصدق أن في قصة وفي عالم تاني تحت الأرض وعالم تاني في السماء. طب ليه بنيجي عند ربنا
واقعد اقول اصلا مش شايفاه مش هصدقه، او اثبتي لي ان ربنا موجود. طب ما انا بثبته في المخلوقات، بثبته في الكائنات، بثبته في الفرايتز العاليه جدا جدا جدا. يعني لما حد بيجي يعمل تابلو رائع باجي اثبته ازاي؟ يعني لو انا جيت قلت لك التابلو ده المنظر الطبيعي اللي وراك ده جميل قوي وحد رسمه، فهتيجي تقولي لي انا بقول لك ده جميل، في جيتي قلتي ده مش حلو، قلت لي اثبته لي علميا، هل هنعرف اثبته علميا؟ احنا عندنا حاجات كتير قوي مش عارفه اثبتها علميا. فبالتالي انا محتاجه انه انا عندي حس بالحلاوه ما تتثبتش علميا. فانا ربنا اللي غير مدرك اثبته علميا ان هو موجود، فبالتالي بس ربنا بنفسه ليه بصمات وليه تعاملات بالزبط. هو اللي بيثبت وجوده بنفسه بالزبط. لينا او بيعلن نفسه من خلال، مش عايزه اقول كل المواقف، خلينا نقول ان في حاجات لازم نحسها ونشعرها بالايمان، لكن هو بيجي في موقف تاني بيقول لك انا موجود باكتر من طريقه. ده حقيقي. وبيعلمنا ازاي يكون عندنا الاحساس والشفافيه اني اشوفه. يعني مش هنشوف رؤية يعني فيس تو فيس كده زي ما احنا قاعدين وبنتكلم، لكن هو بيثبت نفسه لينا في المواقف، في مساندته لينا، في محبته، في وعد يكون اداه لحد، في كلمة بعتها على لسان حد تاني واحنا سامعينها. بنشوف كل الحاجات دي في الآخر، الإحساس والإيمان اللي جوانا، عشان نرجع تاني لكلمة إيمان، بتخلينا نقول لا ده في حاجة، في صوت جه منين. هو 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 جه منين؟ جه من العلاقه. انا بامن، عشان كده العقل ده بالعكس الايمان يساعد على الفهم، عشان كده بيقول انه بالايمان نفهم، ولا يمكن ارضاء الله غير بالايمان. فانا لما بتيجي بتشوفي حد، يعني لما باجي اشوف الانبياء الفرق بينهم، القديسين الفرق بيني وبينهم انه ايمانهم عالي، عشان كده بنقول درجات الايمان. فانا كل ما بيكون عندي ايمان عالي بالعكس بفهم وبادرك وبرجع زي ما انت بتقولي القدرة بتاعت ربنا انه عمل كده عشان خاطر كده، عمل كده عشان خاطر بيحبني، حتى لو ما بيخشني في تجربة، او ان انا زي في الاول لما قلنا الناس المطرودة، ايه اللي بيخلي نشوف ست بسيطة جدا ممكن تكون ما بتعرفش تقرا كتاب مقدس؟ زي كان في من كام سنة كده، كان في الست كانت تقريبا مبسوطة أو فرحانة، كان في اللي عندها ولاد كل شوية يجوا في مرحلة عمر، كان 5 ولاد ويجي لهم كان مرض صعب قوي، وجت أمريكا حتى صورت معاها وكالات أنباء كتير قوي. إن الست دي قد إيه بتقول أنا ربنا مديني خير كتير وحاجات حلوة كتير وإن أنا بحب ربنا كتير. طب هو جت منين؟ هو إيمان. هي ما شافتش ربنا ظهور. يعني أنا ساعات بقابل حد دلوقتي يقول لي أنا عايز أشوفه. طب أنت محتاج، هو جه يعني، هو اوريدي جه وانا ما شفتهوش، بس شفته في تعاملاته، شفته في حياتي، شفته في 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 نعمه، شفته لما بكلمه بياخد ودي معايا. يعني ساعات كتير مين فينا مثلا في وعظه بيلاقي حاجه خبطته حاجه، هي دي مش رساله؟ لما باجي اقعد معاكي انت مثلا بكون في دماغي حاجه معينه وانت دي على فكره انا اعرف اعمل كذا وانا لسه ما قلتلكيش حاجه، فهي دي ايه؟ احنا ما عندناش خالص فكره الصدفه دي وما نعرفهاش، هي كله ترتيب الله، وانه انا بالعكس بيديني على رساله على الاخر وبيطبطب عليا من الاخر. لكن احنا في مشكله ان احيانا بنتعامل مع الاطفال من البدايه، فان المسلمات الايمانيه هتاخدها وهتامن بيها، لكن الطفل بطبيعته لما يبتدي يشغل عقله ويسال بعض الاسئله بيتم انتهاره. يعني لا هو كده ليه؟ لان الكبير ما بيكونش عنده إجابة للأسئلة دي، فبيوصله فكرة أن أنت تصدق وخلاص، هو أنت تآمن هو كده، إحنا طلعنا سمعنا ده وتعلمناه من اللي قبلنا فأنا بديهولك. فهنا لازم نتكلم عن أهمية العقل مع الإيمان، وفكرة الدراسة والرجوع للأبائيات وللتفسير للآيات وللكتاب، عشان خاطر أن إحنا نقدر نوصل لكل، مش هقول الأطفال بس، لكن في ناس بتدخل عمق الإيمان في مرحلة يعني أو في عمر كبير شوي. ازاي نقدر نجاوب على ده ونشبع العقل كمان زي ما بنشبع الاحساس؟ عشان كده انا لو افتكري في بدايه الكلام بديت حاجات الموبايل، بديت الطيار، بديت. ففي الطفل فعلا كده، هي محتاجه مننا احنا كمان الجيل يعني بتاع ولادنا محتاج فعلا دراسه كويسه قوي، ومحتاج ان انا اقول له انا اسف ما اعرفش.
وده الطفل بيحترم جدا جدا فكره ان انا بعتذر له. هقول لك ارجع لابونا في الكنيسه. بالظبط، لانه احنا مشكله انه احنا يعني يمكن اهالينا كانت ممكن تفتي شويه، وفي الاخر لما عرفنا انها يعني كان في حاجات مؤثره فيها ما كانتش احسن حاجه، وعرفنا انه لا طب وعلى ايه، طب يعني انا فانا دلوقتي ارجع اقول انا فعلا مش عارفه افهمك، يعني ممكن انا فاهمك كبيره مش عارفه افهمك. وده اللي بنعمله حتى في الطفل لما بيجي ياكل، لما بيجي يشرب، لما بيجي يمشي، ما هو في الاخر بياخد حاجات. انا ممكن استخدم زي دايما نقول لك ايه ربنا اللي يقول لك انا، يعني ايه ربنا كبير قوي ومش محدود. نقعد ناخد القطر، القطر طبعا مش 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 مثل، ان انا فيش مثل في الدنيا هيمثل ربنا، بس هي فكره ايه ان عربيه ورا عربيه ورا عربيه، انا مش مين ماسك في مين، مين بدايه مين. فبقعد امسك حاجات هو قادر، فاه يعني انا مش عارفه بدايه القطر هينتهي ازاي، خلاص ربنا ملوش بدايه وملوش نهايه. بقعد امسك الطفل حاجات زي كده، بس الطفل نفسه مثل كبير قوي للثقه والرجاء. احنا بنشوف طفل صغير ويجي يقول لبابا هات لي لعبه، هات لي حاجه معينه، تعالى انا عملت مشكله، وبيجي الاب يعني بيبقى واثق ثقة عمياء وعارف ان الاب ده سوبرمان، انه هيعمل المشكلة، انه هيجيب له الحاجة، وما بيقعدش يعني بصرف النظر عن الزن كطلب، بس هو عارف ومتأكد ان الحاجة هتلبي له. هو ده الايمان. صحيح. ده الاب البشري. وممكن يكون الاب ده مش احسن حاجة، وممكن يكون الاب ده شرير، بس هيعمل احسن حاجة. فكرة ان ده بابا مصدر الامان يعني. بالزبط. يعني وانت بتتكلمي لما برضو فكرت يعني الواحد وهو ماسك ابنه وبيعدي بيه الشارع، والولد ما بيبصش على العربيات حواليه ولا مدي اي نوع من انواع الخوف ولا رد فعل لانه في حاجه ممكن تيجي سريعه، لانه مجرد انه ماسك بس في ايده هو مصدق ان هو هيحميه هينقذه في الوقت المناسب. فاحنا محتاجين اننا نوصل للمرحله دي. الكتاب بيدينا الامثله بقى الحيه، يعني احنا مش هنقول حاجه ما شفناهاش، لا بالعكس ده واقع وشخصيات كتابيه وموجوده والعالم بيشهد بوجودها. فخلينا كده ناخد من الكتاب المقدس ومن الشخصيات الكتابيه من العهد القديم، وبعدين نروح للعهد الجديد ونشوف مين صدق من غير ما يشوف، مين صدق حاجات بالعقل البشري كانت مستحيل ان انسان يصدقها. ده حقيقي. هو فعلا اول ايه اللي هي الثقه بالايمان وبالامور التي ترى، واحنا قلنا ان هي لازم لا ترى، لان لو قلنا انها ان انا شفتها يبقى خلاص الموضوع ما بقاش ايمان. فنبدا مثلا نشوف القصه بتاعه الفتيه الثلاثه. الفتيه الثلاثه كان قدامهم ان هم لازم كانوا يسجدوا للتمثال، وكان الملك كان شرس جدا. هو بصراحه هم ما كانش عندهم سيناريو، هم كان عندهم السيناريو ان هم هيخشوا قطول النار وهم هيتحرقوا. ما كانش عندهم حاجه تانية غير ان هم صلوا، ما كانش عندهم حاجه تانية غير ان هم واثقين في ربنا. ايه تاني دول تاني اللي يديهم ان يصمدوا قدام نار غير ايمان، غير ان هم شايفين ان في اله قوي ومش مهم هم رايحين له. يعني هم ما كانش عندهم سيناريو انه 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 ساعتها احشاويش انه ربنا يشعلقه او يمسكه من رموشه او ان هو يولع فيه او ان هو ينقذه او يبعت له ملائكه. هي ما كانش فيه خالص سيناريو غير ان هم داخلين الاتون، ومع كل ذلك اختاروا ان هم يخشوه، وهم فعلا دخلوه. فهي دي الايمان. هو الايمان يعني ساعات كتير بحس انه انا عشان اعرف ربنا بقى وربنا احلى حاجه في الدنيا، هو اللي خلق الدنيا، اما اجي اخش على تجربه يروح بعت الملائكه اما مولعين في سبب التجربه اما ينقذني على طول واطير بقى والدنيا تخلص على كده. صحيح. ولو ما عملش كده يبقى نزعل ونلوم عليه او مش موجود، مش بتحبني او مش موجود. بالظبط. هو لا، الحقيقه لا، هو انا لازم يحصل كده. هي الصوره كملت ازاي؟ لما دخلوا الاتون والنار ابتدت ولع جامد، وربنا الأكنوم الابن فعلا بقى في وسطهم وبيتمشى، وهو نفسه شهد وقال أنا شايف ابن الإله جوه. فطب أنت شفت إيه؟ طب هي أنهي مشهد بقى؟ إن هم كان ربنا فعلا يبعت ملايكة، كان يعمل معجزة، وعلى فكرة كانت ممكن يتقال أي حاجة متهيئ لنا، ما حصلش قوي كده وزي ما بيحصل دلوقتي، أو سحر يعني زي ما كانوا بيقولوا على كتير من القديسين وقت ما ربنا كان بيشفيهم أو يبعت الملايك يهون عليهم اللي هم فيه. بالظبط. وكان فعلا الكلام ده كان سيد جدا، لأنه حتى الناس المؤمنة اليهود كانوا متأثرين قوي بالعبادات، حتى لما كانوا موسى كان يفضل يتحايل عليهم ويفضلوا يعذبوا موسى ويعذبوا ربنا بسبب إن هم الأتيتيود والسلوك العبادة طبعا السحر ده، وكان ليه قوته. فبالظبط. فهي الصورة اكتملت إمتى؟ بأنه هم مش عارفين إيه اللي هيحصل وهم صامدين
وفي الآخر فعلا دخلوا وربنا أنقذهم والنار بقت باردة، وبعد كده اللي دخلهم هم اللي اتحرقوا وهم فضلوا سليم. فأنا بقول أنا مش عارفة، أنا زي ما بشوف في الأحداث القوية جدا دي، أنا بشوف مثلا ربنا اشتغل من أول اسكندرية وبطرسية وطنطا والعمرانية ولغاية آخر حاجة صموئيل والأنبا صموئيل. أنا بشوف إن يعني اختار كذا كاتيجوري، يعني نتيجي ناس بسيطة، ناس متعلمة، ناس قوية، ناس جماعية، ناس دكاترة، ناس يدوبك الإيمان عندهم بس ما عندهمش علم، يعني زي ما الناس بتقول. فما اعتقدش ان كل دول عندهم حاجة سحر غريب او كل دول يعني عندهم حاجة غير إيمان، لانه بصراحة انا لما مثلا بنقعد نتناقش مع بعض هو ايه اللي يخلي حد يقبل انه ابنه يروح منه وانا بحب ربنا؟ غير إيمان، غير ان انا ما فيش حاجة ادتني غير ان انا شايف ابدية، شايف المسيح وانا ببصص على ده. هو ايه اللي يخلي حد يفقد كل اللي حواليه ده ويتعرض لكل الاذية دي وان انا احب ربنا؟ ومين يفسر ده؟ عشان كده فعلا غصب عنهم انا بقول المتشكك او الملحد هو يعني اتجاهه غلط، هو اتجاهه مش شايف ربنا، هو الايمان ضعيف او تقريبا منعدم. فعشان كده هو يا حرام مش عارف يفهم. انا ليه عارفة افهم او عندي نوعا ما فهم؟ لان ربنا مديني بالروح القدس ايمان، فده مساعدني افهم يعني ايه هو بيحب ربنا. او ممكن اكون مش قده ومش زيه بس قادر افهم. صحيح. الحقيقه لو فكرنا ولو للحظه في وضع شعب الله وبني اسرائيل وقت عبورهم للبحر او قبل عبورهم للبحر الاحمر، وازاي الدنيا اتقفلت عليهم، قدامهم البحر، وراهم جنود فرعون، خلاص الموضوع يعني موت محقق لا محاله. في الوقت اللي الدنيا بتتقفل علينا ربنا دايما بيفتح للانسان طريق، لكن المهم هي الثقه، والمهم هو الإيمان اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة، نكون عارفين انه اكيد هيفتح لنا في البحر طريق، يمكن بيسيبنا لغاية اللحظات الأولى عشان يختبر إيماننا او عشان يعلمنا درس الحقيقة يعني. لكن النهاردة عايزين نقول مش عيب ابدا اننا نفكر، مش عيب اننا ندور ونقرأ وندور على تفسير ونلجأ للي سبقونا وللي اجتهدوا اكتر انهم يعرفوا ده ونتعلم منهم، لكن قبل ده كله نحط إيماننا مع الفهم ومع العقل عشان نقدر ندرك ده. انا مشكوره جدا ونورتيني استاذه شيرين المكين، ومره تانيه صباح النور وشرفتيني. ميرسي، صباح النور. نخرج لفاصل وبعدها نرجع نتابع مع حضراتكم جوله في اهم عناوين الصحف اليوميه.